ما يزيد على مليون من العمال الأجانب في العراق، 800,000 منهم يعملون بصورة غير قانونية تستنزف موارد الدولة دون رقابة حقيقية من جانب السلطات الحكومية في بغداد. اتحاد نقابات العمال العراقيين يؤكد أن الدخول العشوائي وغير المنظم للعمالة تقف وراءه مافيات وشخصيات سياسية متنفذة عبر شركات وهمية، وأن خروج العملة من البلد بسبب العمالة الأجنبية ربما يعادل موازنات بعض الدول المجاورة. وبالنظر إلى نسبة البطالة في العراق والتي تبلغ وفق إحصائيات وزارة التخطيط نحو 40% من المواطنين في سن العمل، فإن توظيف مليون عراقي بدلاً من الأجانب من شأنه أن يخفف من نسبة البطالة ويقلل من الضغط على القطاع العام، ناهيك عن وقف استنزاف العملة الأجنبية وتهريبها إلى خارج العراق بطرق غير قانونية. ويشير اتحاد النقابات العمالية إلى السياحة الدينية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العراقي في ظل دخول ملايين الزوار سنويا إلى العراق مجانا وبقاء مئات الآلاف منهم في البلاد بدون قيد وشرط، ويأكلون ويشربون في الشوارع مجانا دون تقديم أي فائدة حقيقية للعراق، ودون أن تفرض الدولة أي رسوم تعود على اقتصادها بالنفع كما تفعل كل دول العالم. وعلى الرغم من أن العراقيين منذ سنوات يواصلون احتجاجاتهم على النظام السياسي في البلاد بسبب تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري وتراجع الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأمريكي لم تنشغل بإيجاد حلول تخفف من معاناة الناس، وإنما بحسب ما تؤكده تقارير عدة انشغلت بتحصيل المكاسب للسياسيين والأحزاب والتنافس على نهب ثروات العراقيين.